السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين معنا في دورة المختبر في الحلقة الثانية ديالها اللي نطرقوا فيها لواحد الأورغان اللي هو ضروري في ليزانستالاسيون، هو ديجونكتور موتور. هو هذا المهم، نبداو بعدا واحد شوية داكشي ديال الكور. عندنا ان ديجونكتور موتور، هو واحد لورغان دو بروتيكسيون. شنو تيدير لنا؟ تيحملنا الدارة ديالنا، تيحملنا الموتور ديالنا. منين تيحملنا هاد الموتور ديالنا؟ تيحملها لنا من جوج الحوايج، اما من ان سيغ شارج، ولا من تيكون عندنا ان كور سيركوي. شنو هو ان سيغ شارج؟ تيكون زعما عندنا ان ابيل دو كورون من الموتور تيكون عندنا كبير، ولا تيطلقوا لنا دو فاز. دونك هاد ديجونكتور واحد ان ديسبوزيتيف عنده جوج ديال الادوار، دونك تنسميوه مانيتو تيرميك، تيلعب دور نتاع مانيتو و تيرميك. المهم ندوزو دابا نشوفو الشيما. كيما تيبان لكم هنايا، هذا هو السيكتور. السيكتور تيكون عندنا حنا في المغرب، هنايا عندنا 380 تتجي في 3 فاز، L1 L2 L3. موراها تندوزوها لين، تندوزوها لان ديجونكتور، ان ديجونكتور موتور، هو هذا اللي تتشوفو حداكم. المهم هذه هي الشيما ديالو. هذه تقريبا الى شفتو هاد البارتي، هذه هي هذا هو السيركوي ديال الريلي تيرميك. دونك هذه تدير لنا البروتيكسيون تيرميك، وهاد البارتي تدير لنا البروتيكسيون مانيتيك. وموراها تنمشيو للموتور، تندوزو لي فيل الموتور. المهم من بعد ما شنا ان بو دكور، دابا ندوزو للبراتيك. البراتيك كما تتشوفو، هذا هو الديجونكتور ديالنا. هادو هما لي فاز دونتري، هنا تنكابليو لونتري سيكتور L1 L2 L3، وهنا تنكابليو لو موتور T1 T2 T3. المهم هذا فيه واحد ان ريغلاج هنايا، نشوف واش يبان لكم مزيان. او تيبان الكاليبر ديالو ما بين 13 حتى 18. هذا هو تنريغلو فيه لو كورون نومينال اللي كاين عندنا في لو موتور. هذا خصنا نريغلو على حساب الكورون نومينال اللي كاين عندنا في البلاك سينياليتيك ديال الموتور اللي ان اليمونتيو. المهم الاستعمال ديالو ساهل. الا بغينا نديرو دابا هذا راه هكايا اوف، مين تنبغيو نديرو لو اون، بغينا زعما نديرو ان ديماراج دو موتور، تنبركو عليه هكايا. هادشي الا كنا باغي نديرو ان ديماراج ديريكت. دونك هاد لو شيما هذا اللي كنت ديجا وريتكم، سي تان شيما ديال ان ديماراج ديريكت دا موتور، ديماراج ديريكت دا موتور. نتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. عندكم شي اسئله، شي استفسارات، شي حاجه نقد نجاوبوا عليها، مرحبا. اقتراحات مرحبا. نخليكم ان شاء الله حتى الحلقه القادمه ان شاء الله. الا عجبتكم الحلقه ما تبخلوش علينا بابوني وجيم، وتشكركم.